أعلنت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء العثور على جثامين الشهداء الفلسطينيين الطفلة هند رجب وخمسة من أفراد عائلتها بعد محاصرة المركبة التي كانت تقلهم قبل 12 يوما في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. كانت والدة هند وأسرتها أطلقوا نداء استغاثة لجميع الهيئات الأممية في العالم لإنقاذ الطفلة هند والمسعفين الذين خرجوا لإنقاذها. وأخيرا هدأت روح هند بعد أن فاضت لبارئها شهيدة، تلك الطفلة ذات الأعوام الستة التي قضت دقائقها الأخيرة في هذه الحياة الظالمة محاطة بجثث عائلتها بعدما حاصرتها دبابات الاحتلال. لم تفلح صرخات ليان قريبة هند وهي تستنجد بالهلال الفلسطيني لكي ينقذوهم من القصف الذي استهدف سيارة الأسرة التي فرت من جحيم في تل الهوى. ألو مرحبا عمو. ألو مرحبا. أيوة بتدخ علينا. الدبابة جنبي. أنتوا متخبيين؟ في السيارة، احنا جنبينا الدبابة. أنتوا جوا السيارة؟ ألو. وبعد مكالمة مفجعة توالى فيها صريخ ليان انقطع الاتصال لتلحق ليان بباقي أسرتها وتظل هند وحيدة داخل سيارة محطمة محتمية بجثامين أهلها في واقعة سجلها التاريخ بالصوت قبل الصورة. أجي أخذك؟ حبيبتي طيب أنا أنا يا حبيبتي رح أجي أخذك هلأ. عمو من الهلال عماله عم بنصك عشان إحنا نقدر نيجي ناخذك. حواليك في ضرب رصاص؟ خذيني يا حبيبتي. والله بدي أخذك بس مش بإيدي هلأ. برد وجوع وظلام وتعاقب لليل والنهار لأيام طويلة، وهند جائعة ملتاعة تتحدث لهيئة الإسعاف قدر المستطاع حتى ضاع صوتها هي الأخرى. أما المسعفون فعثر على مركبتهم على بعد أمتار من مكان وجود هند بعد استهداف مركبتهم فور وصولها للموقع، رغم الحصول على تنسيق مسبق للسماح بوصولهم إلى المكان. وبعد فلا الكلمات باتت قادرة على وصف تعطش الاحتلال للدماء دون تمييز، ولا أحاديث الساسة تستطيع محو ذاكرة الشعوب التي تجرعت الآلام من أهوال جرائم الاحتلال.